بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض زمن المضارع البسيط، وهنشرحه بطريقة سهلة جدا جدا ولا يمكن تنسوها، هدناها ثابتة معاكم على طول في ابتدائي او اعدادي او ثانوي. بس قبل ما نبدأ مع بعض الشرح، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. خلاص يا حبايبي، لازم نشترك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. وهنبدا على طول النهارده ان شاء الله في زمن المضارع البسيط. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لي زمن المضارع البسيط مع الفعل، مع الفعل وانت. انا طبعا انا هشرحه بصفه عامه، مش مع الفعل وانت بس، مع كل الافعال، يعني ازاي نستخدمه مع اي فعل. بس لازم تبقوا عارفين ان زمن المضارع البسيط بالانجليش بنقول عليه the present simple، the present simple، the present simple. طبعا انا عندي مجموعه من الازمنه، عندي زمن المضارع المستمر، زمن الماضي المستمر، زمن المضارع البسيط، زمن الماضي البسيط، وعندي طبعا زمن المستقبل. فطبعا انا عندي مجموعه من الازمنه، لازم نعرف كل زمن بيتكون من ايه وامتى نستخدمه، لازم نفرق بينهم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زمن المضارع البسيط، ازاي نعمل فيه جمل، وطبعا امتى نستخدمه، ويا ترى بنسال فيه ازاي، وازاي ننفي جمل في زمن المضارع البسيط. هشرح معاكم كل نقطه بالتفصيل. خلاص يا حبايبي، اول حاجه لازم اعرف لكل زمن اربع حاجات مهمين جدا، لازم اعرف لكل زمن اربع حاجات علشان اعرف اتعامل مع الزمن. اول حاجه الاستخدام، اعرف كل زمن استخدامه ايه. النهارده طبعا هنتكلم عن زمن المضارع البسيط. طبعا استخدام اليوزج بنقول عليه بالانجليش اليوزج، استخدام زمن المضارع البسيط. يستخدم زمن المضارع البسيط عندما نتحدث عن حقائق او عادات او افعال متكرره. تاني، يستخدم زمن المضارع البسيط عندما نتحدث عن حقائق او عادات او افعال متكرره. يعني ايه؟ يعني انا لو عايزه اعمل جمله والجمله ديت بتتكلم عن حقيقه او عاده بنعملها باستمرار، يبقى على طول نكون جمله في زمن المضارع البسيط، نكون جمله في زمن المضارع الايه البسيط. طيب انا هوضح لكم بالامثله. حقائق زي ايه؟ زي مثلا لما اقول الشمس تشرق من الشرق. طبعا يا حبيبي احنا عارفين ان دي حقيقه موجوده في الكون، الشمس تشرق من الشرق، دي طبعا ايه حقيقه محدش من البشر يقدر يغيرها. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل جمله عن الشمس تشرق من الشرق، يبقى اكيد هختار زمن ايه علشان اعمل في الجمله؟ زمن المضارع البسيط. ليه يا مس؟ علشان زمن المضارع البسيط بنستخدمه للتحدث عن حقائق او عادات. يبقى انا طالما هتكلم عن حقيقه، يبقى على طول اعمل الجمله بتاعتي في زمن المضارع الايه؟ زمن المضارع البسيط. انا موضح هنا بالمثال، المثال بيقول ايه؟ the sun rises in the east. يعني ايه؟ يعني الشمس تشرق من الشرق، الشمس تشرق من الشرق. اقول ايه تاني؟ الشمس تشرق من الشرق، اكتبها بس كده نوضحها بالعربي. تاني، الشمس تشرق من الشرق. the sun rises in the east. احنا عارفين the sun يعني الشمس، rises معناها تشرق، ان ذا ايست يعني من الشرق. خلاص كده، يبقى الجمله اللي قدامي ديت تعبر عن حقيقه، علشان كده ضفت اس لرايس اللي هي بمعنى يشرق. احنا عارفين ان في زمن المضارع البسيط بنضيف اس او اي اس او اي اس، اس او اي اس او اي اس الفعل. يبقى احنا كده دخلنا الفعل في زمن المضارع الايه البسيط، علشان كده بتكلم عن حقيقه. ذا سان رايس ان ذا ايست، يبقى انا كده اتكلمت عن حقيقه. طيب ايه تاني؟ عادات. يعني لو انا بعمل فعل متكرر الحدوث، فعل كل يوم بعمله يعني متكرر الحدوث باستمرار، او بعمله مثلا كل اسبوع او كل يومين، يبقى على طول برضو بعمل جملتي في زمن المضارع البسيط. زي ايه؟ لما اقول انا بغسل وشي كل يوم، انا بغسل وجهي كل يوم، اقول ايه بقى بالانجليش يا حبايبي؟ اقول ايه؟ هقول I wash my face every day. يعني هنا طبعا قلت wash، انا كده دخلت الفعل ده في زمن المضارع البسيط هنا بدون اي اضافات، لانه ايه؟ لانه اتى بعد اي. طبعا لسه هوضح معاكم التكوين دلوقتي، هتعرفوا يعني ايه فعل في اس او اي اس او اي اس، وهتعرفوا يعني ايه فعل في المصدر. طبعا الشكلين دولي بيدلوا على زمن المضارع البسيط،
شكلين الافعال اللي قدامنا دول بيدلوا على زمن المضارع البسيط. يعني الفعل لو مضاف له اس او اي اس او اي اي اس اعرف ان كده زمن المضارع البسيط. الفعل لو جاي في المصدر اعرف برده ان زمن المضارع البسيط، وهقول لكم ازاي دلوقتي. خلاص يبقى كده اول حاجه بس عايزين نعرف الاستخدام. اليوزج لزمن المضارع البسيط بنستخدمه عندما نتحدث عن حقائق او عادات او افعال متكرره الحدوث. العادات هي الافعال المتكرره اللي احنا بنعملها ايه باستمرار. يبقى هنا بقول I wash my face every day، طبعا كده هابت. الجمله اللي فوق قلت ايه؟ فاكت حقيقه، تعبر عن فاكت حقيقه موجوده فين في الكون. الجمله اللي تحت انا بغسل وشي كل يوم، يبقى كده هابت عاده. يبقى الجمله اللي فوق تعبر عن حقيقه، الجمله اللي تحت تعبر عن عاده، عاده متعوده يعني ان انا اعمل الفعل ده. انا بغسل وشي كل يوم، طبعا مفيش يوم بمر علينا غير لما بنغسل وشنا فيه واكتر من مره. خلاص يا حبايبي، يبقى كده زمن المضارع البسيط بنستخدمه عندما نتحدث عن عادات وحقائق. عادات زي الجمله اللي فوق كده اللي هي بتقول ايه؟ I wash my face every day. خلاص كده. وبرده حقائق زي الجمله اللي فوق برده، ذا سان رايزز ان ذا سان. انا طبعا كاتبه الجمله دي من عندي علشان افرق بين الحقائق والعادات، واعرفكم يعني ايه حقيقه ويعني ايه عاده علشان تعرفوا تعملوا طبعا جمل في زمن المضارع البسيط. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا استخدام زمن المضارع البسيط يعبر عن عادات وحقائق. حقائق زي ايه؟ ذا سان رايزز ان ذا ايست، كده حقيقه. يبقى الجملة اللي قدامي دي تعبر عن حقيقة، كده أنا مصرفاها في زمن المضارع البسيط. الجملة التانية I wash my face every day، برضو كده إيه؟ عادة، طبعا فعل بعمله كل يوم باستمرار، يبقى على طول عادة، يبقى كده برضو عادات تدل على زمن المضارع الإيه؟ البسيط. خلاص يا حبايبي. طيب يبقى إحنا كده عرفنا اليوزج الاستخدام، عرفنا استخدام الزمن. يبقى لما اقول لكم يا حبايبي، لما اسالكم اقول لكم زمن المضارع البسيط يعبر عن ايه، هتقولوا يا مس يعبر عن عادات وحقائق. يعني علشان اعمل اي جمله تتكلم عن عاده او حقيقه بعملها فين؟ في زمن المضارع البسيط. بعد كده ندخل على فورميشن التكوين. فورميشن التكوين انا قلت لكم كل زمن في اربع حاجات مهمين لازم اعرفهم. اول حاجه الاستخدام، تاني حاجه التكوين، تالت حاجه السؤال، رابع حاجه النفي. لازم اعرف كل زمن بيستخدم امتى، بيتكون من ايه، ازاي نعمل فيه سؤال، وازاي نعمل فيه جمل منفيه. خلاص كده. تاني يا حبايبي، التكوين الفورميشن بتاع الزمن. فورميشن يعني تكوين، بيتكون من ايه؟ انا هقول لكم تكوين الزمن بطريقتي انا. لما اقول لكم زمن المضارع البسيط بيتكون من ايه، هتقولوا يا مس بيتكون من التصريف الاول للفعل. التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس للافعال التي تاتي بعد اللي هي والشي والات او اي اسم مفرد. تاني، يتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس للافعال التي تاتي بعد الهي والشي والات او اي اسم مفرد. لكن الافعال التي تاتي بعد الاي والبي والزي واليو او اي اسم جمع تاتي بدون اضافات، يعني تاتي في المصدر. تاني، انا هوضح لكم طبعا مع الشرح في الكتاب، بس انا بقول لكم التكوين بطريقتي انا. يتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس للافعال التي تاتي بعد الهي والشي والات او اي اسم مفرد. اما الافعال التي تاتي بعد الاي والوي والزي واليو او اي اسم جمع تاتي بدون اضافه. يعني ايه؟ طبعا هنا بقول لي ايه؟ بقول لي في الفورميشن في التكوين يتكون زمن المضارع البسيط من الفعل في المصدر، بس مع ايه؟ مع الاي والوي والزي واليو او اي اسم جمع. زي ما انا لسه قايله كده، الافعال التي تاتي بعد الاي والوي والزي واليو او اي اسم جمع تاتي بدون اضافات. هنوضح بالامثله. هنا بقول لي ايه؟ بقول لي I want a fish. طبعا الفعل اللي احنا شغالين عليه هنا want، بقول I want a fish يعني انا اريد سمكة. احنا هنا كده عملنا الجملة في زمن المضارع الايه؟ في زمن المضارع البسيط. طيب ايه اللي عرفني ان ده زمن المضارع البسيط؟ هنا الجملة بدأت بآي، خلاص كده، وجه وراها want فعل بمعنى يريد، والفعل جه في المصدر بدون اي اضافات. الفعل جه في المصدر بدون اي ايه؟ بدون اي اضافات. وبعد كده
باقي الجملة. يبقى انا كده عرفت ان زمن الجملة مضارع بسيط علشان الجملة بدأت بآي والفعل اللي جه بعدها جه فين؟ في المصدر. وانا قلت الافعال اللي تأتي بعد الآي والوي واليو والزي او اي اسم جمع تأتي في الانفينيتيف، يعني في المصدر بدون اي اضافات. هنا طبعا الفعل في المصدر جه بعد آي، يبقى كده هنا بقول I want a fish جملة في زمن المضارع البسيط. هنا ما ينفعش اقول I want this، انا قلت بعد الاي والوي والزي والوي الفعل لازم ياتي في المصدر بدون اي اضافات. الجمله الثانيه بيقول زي وانت اكناري، الجمله بدات بايه؟ بزي. طب زي موجود هنا ولا لا؟ صح. طيب بعد الاي او الوي او الزي او اليو الفعل بيجي فين يا حبايبي؟ في المصدر. يبقى على طول هنا هنقول ايه؟ زي وانت، ما ينفعش نقول وانتس، هنا الفعل جه في المصدر بدون اي اضافات. اقول زي وانت اكناري، يعني هم يريدوا ايه؟ يريدوا عصفور كناري. الجملة التالتة بقول لي أمال and أحمد want a turtle. أمال and أحمد want a turtle يعني إيه؟ طبعا الاسم ده يمشي أمال ويمشي أمل، الاتنين صح. خلاص يا حبايبي، بقول لي أمال وأحمد يريدوا turtle. طيب هنا طبعا الجملة بدأت باسمين، أمال وأحمد. أمال وأحمد، معنى كده إن الاتنين جمع. وإحنا قلنا لو الجملة بدأت بضمير فاعل أو اسم جمع يبقى على طول لازم الفعل يأتي فين؟ في المصدر. يبقى أمال عند أحمد وونت، ما ينفعش أقول وونتس، أتيرتل يعني يريدوا إيه؟ سلحفاة. أمال وأحمد يريدوا سلحفاة. خلاص كده. طيب أنا قلت الأفعال اللي بتأتي بعد الأي والوي والزي واليو والاسم الجامعة تأتي بدون إضافة، هنا بقى بقول لي إيه؟ يضاف للفعل حرف الاسم إذا كان الفاعل مفرد غير. يعني إيه؟ يعني الأفعال اللي بتيجي بعد الهي والشي والإت والاسم المفرد تأتي بإضافة إس أو إي إس أو أي إي إس، طبعا حسب الفعل اللي أنا إيه؟ اللي أنا شغالة عليه في الجملة. في أفعال بضيف لها إس، في أفعال إي إس، في أفعال أي إي إس، وطبعا كل الحاجات دي طبعا هبقى اوضحها في فيديو تاني علشان برضو ما اطولش عليكم. انا عايزه بس اتكلم عن زمن المضارع البسيط كده الاول، وانا هبقى بقى ان شاء الله اوضح لكم امتى بنضيف اس او اي اس او اي اس في فيديو تاني ان شاء الله. طيب هنا بقول ايه؟ لو الفعل اتى بعد الهي والشي والات او اي اسم مفرد يبقى على طول بنضيف اس او اي اس او اي اس، بمعنى ان احنا بنتكلم عن وونت يبقى كده هنضيف اس. خلاص يا حبايبي. طيب هنا بقول لي ايه؟ هي وونتس رابت. شوفوا هنا ضفنا ايه؟ حرف الاس. ليه هنا حطينا اس؟ علشان الفعل جه بعد هي، وانا قلت بعد الهي والشي والات والاسم المفرد لازم نضيف للفعل ايه؟ للفعل اس. خلاص كده يا حبايبي، هي وونتس رابت، هي وونتس رابت. الجمله الثانيه شي وونتس ا تيرتل، شي وونتس ا تيرتل يعني ايه؟ يعني هي تريد سلحفاه. برضو هنا ضفت الوونت اس علشان الجمله بدات بايه؟ بشي. بعد كده هبه وونتس ا ليزارد، يعني هبه تريد ايه؟ سحليه. برضو هنا ضفت للفعل اس علشان الجمله بتاعتي بدات باسم ايه؟ باسم مفرد. هبه اسم مفرد. يبقى لو الجمله بدات باي او وي او زي او يو او اي اسم جمع على طول اختار الفعل اللي في المصدر. لو الجمله بدات بهي او شي او ات اختار الفعل اللي مضاف له اس او اي اس او اي اس. والكلام يطبق مع اي فعل، مش شرط وانت بس، مع اي فعل. شفت اي لو مثلا بلاي، اقول اي بلاي فوتبول، اي بلاي فوتبول، انا العب كره القدم، اي بلاي. هنا قلت بلاي علشان الجمله بدات باي. طب لو اقول هي، هقول هي بلايز فوتبول، عايز اقول هو يلعب كره القدم كل يوم، يبقى هي بلايز فوتبول افري داي. انا قلت بليز مع هي علشان بعد هي وشي وات بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله بيطبق على وونت او اي فعل تاني. خلاص يا حبايبي. يبقى هنا طبعا اللي انا عايزاكم تعرفوه يا حبايبي، لما نيجي نختار في الامتحان او نعمل جمله، لو الجمله بتاعتنا بدا باي او وي او زي او يو او اي اسم جمع زي كده اختار الفعل اللي بدون اي اضافات. لو الجمله بدات بهي او شي او ات او اي اسم، طبعا هي او شي او اي اسم مفرد او ات مثلا، طبعا ات لغير العاقل، يبقى على طول نقول ايه؟ نختار الفعل اللي مضاف له اس او اي اس او اي اس. هو ده التكوين لزمن المضارع البسيط. يبقى احنا كده عرفنا حاجتين مهمين، اول حاجه يوزج الاستخدام، وتاني حاجه فورميشن التكوين.
يوزج. تاني يا حبايبي اقول لكم احنا امتى بنستخدم زمن المضارع البسيط، هتقولوا لو عايزين نعمل جمل بتتكلم عن حقائق وعادات. يبقى زمن المضارع البسيط يعبر عن عادات وحقائق، خلاص هو ده اليوزج بتاع زمن المضارع الايه البسيط. طيب التكوين الفورميشن بيتكون من ايه؟ ازاي نصرف الفعل في زمن المضارع البسيط؟ هقول لكم يتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس للافعال التي تاتي بعد الهي والشي والات او اي اسم مفرد. اما الافعال التي تاتي بعد الاي والوي واليو والزي او اي اسم جمع تاتي في الانفينيتيف في المصدر بدون اي اضافات. شفت اي او وي او زي او يو او اي اسم جمع اختار وونت. شفت هي او شي او ات او اي اسم مفرد زي هبه كده اختار الفعل اللي مضاف له اس او اي اس او اي اس. خلاص يا حبايبي. بعد كده النيجاتيف النفي. نيجاتيف يعني ايه يا حبايبي؟ يعني النفي. ازاي؟ طبعا احنا كده اتكلمنا عن يوزج الاستخدام وفورميشن التكوين، هنتكلم عن نيجاتيف النفي الحاجه الثالثه طبعا في الزمن. ازاي ننفي زمن المضارع البسيط؟ انا عندي كلمتين بنفي بيهم زمن المضارع البسيط، ايه هما؟ don't و doesn't. don't و doesn't جمل منفية اقول ايه؟ هو لا يريد. احنا هنا كده الجمل دي كده نوعية الجمل ديت مثبتة، الجمل دي كده بنقول عليها جمل ايه مثبتة. احنا كده عملنا جمل مثبتة في زمن المضارع البسيط، بقول انا اريد، هم يريدوا، هبة تريد، يبقى كده جمل مثبتة. احنا كده اتكلمنا عن زمن المضارع البسيط في الاثبات. طيب يا حبايبي لو عايزه اتكلم عن جمل منفيه في زمن المضارع البسيط ازاي؟ في النفي احنا بننفي بكلمتين don't او doesn't. don't او doesn't زمن المضارع البسيط بننفيه ب don't و doesn't. امتى اختار don't وامتى اختار doesn't؟ يا ترى don't بتيجي مع ايه و doesn't بتيجي مع ايه؟ هنا ركزوا معايا، الاي والوي والزي واليو بياخدوا دونت. الاي والوي والزي واليو اللي كان طبعا الفعل بعدهم في المصدر هنا بياخدوا دونت. الاي والوي والزي واليو بياخدوا دونت. الهي والشي والات اللي كنا بنضيف للفعل اس في الجمل المثبته معاهم بياخدوا دازنت. بياخدوا ايه دازنت؟ يبقى الاي والوي والزي واليو بياخدوا دونت، والهي والشي والات بياخدوا doesn't. يبقى انا لو هتكلم عن النفي في زمن المضارع البسيط طبعا بننفيه بكلمتين don't او doesn't، واحده من الاثنين يا don't يا doesn't. امتى اختار don't وامتى اختار doesn't؟ امتى استخدم don't في جمله وامتى استخدم doesn't في جمله تانية؟ لو الفعل اللي انا هستخدمه في السؤال اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع على طول وانا مغمضه هنفي بdon't. لو الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد يبقى هختار doesn't، هستخدم doesn't. خلاص. طيب فوق كنا بنقول في الاثبات ايه؟ هو يريد، هي تريد، هبة تريد، انا اريد، هم يريدوا. هنا علشان ننفي احنا بننفي يعني لا، اقول ايه؟ نحن لا نريد، هو لا يريد، هي لا تريد. يبقى انا لما بستخدم don't و doesn't معناهم لا. طيب هنا طبعا انا قلت الاي والبي والزي والي بياخدوا don't، يبقى لو الجمله بتاعتي بدات باي او وي او زي او يو اختار don't. لو بدأت بهي او شي او ات اختار doesn't. تاني لو الجملة بدأت بآي او وي او زي او يو او اي اسم جمع اختار don't كده في النفي. لو بدأت بهي او شي او ات او اي اسم مفرد اختار ايه؟ اختار doesn't. اي وي زي يو اختار don't، هي شي ات اي اسم مفرد اختار doesn't. خلاص. طيب بعد كده ايه اللي بيجي بعد don't و doesn't؟ احنا كنا بنقول في الاثبات مع الاي والوي والزي واليو بنختار الفعل في المصدر، برضو في النفي الفعل بيأتي في المصدر، سواء اثبات او نفي بختار الفعل اللي في المصدر. يبقى بعد دونت بختار الفعل اللي في المصدر، يبقى انا بنفي بدونت وبعد دونت لازم يجي الفعل في المصدر. طيب لو هتكلم عن الهي والشي والات احنا قلنا بننفي بايه؟ بدازنت. مع الهي والشي والات والاسم المفرد بننفي بدازنت. طيب احنا كنا بنقول في الجمل المثبته مع الهي والشي والات الفعل اللي بياتي بعد الهي والشي والات بنضيف له اس او اي اس او اي اس في الاثبات. طيب لو هنفي doesn't لازم ارجع الفعل للمصدر، لازم ارجع الفعل للايه؟ للمصدر. يبقى لو هنفي doesn't مع الهي والشي والات والاسم المفرد لازم ارجع الفعل للايه؟ للمصدر. يعني ايه؟ يعني هنا في الاثبات كنا بنقول ايه؟ she wants. هنا بقى في النفي بقول she doesn't want. هو طبعا بيختبرني في الامتحان يقول لي she doesn't want ولا wants، على طول اختار ايه؟ اختار want يا حبايبي.
لان في doesn't احنا قلنا مع النفي الفعل لازم ياتي في المصدر، لكن لو الجمله مثبته اختار الفعل المضاف له اس، لو منفيه وفيها doesn't اختار الفعل اللي بدون اي اضافات. خلاص يبقى في النفي سواء مع don't او مع doesn't اختار الفعل اللي في اللي في المصدر اللي بدون اي ايه اللي بدون اي اضافات. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اليوزج، قلنا زمن المضارع البسيط يستخدم لكي يعبر عن عن عادات وحقائق، يستخدم لكي يعبر عن حقائق وعادات او عادات وحقائق. طيب التكوين الفورميشن يتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس للافعال التي تاتي بعد الهي والشي والات او اي اسم مفرد، لكن الافعال التي تاتي بعد الاي والوي واليو والزي او اي اسم جمع تاتي بدون اضافات. خلاص كده النفي بنفي بكلمتين بدونت وبدزنت. دونت بتيجي مع ايه يا مس؟ مع الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع. طب دزنت مع الهي والشي والات والاسم المفرد، وسواء نفيت بدونت او دزنت الاثنين بياتي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اليوزج والفورميشن والنيجاتيف النفي. ندخل بعد كده على الايه؟ على السؤال، ازاي نعمل سؤال في زمن المضارع البسيط. هنا الكويستشن هقوله بطريقة مختصرة وسهلة جدا. هنا طبعا علشان اعمل سؤال في زمن المضارع البسيط بسأل بحاجتين اللي كنا بننفي بيهم، بس هنلغي النفي. احنا كنا بنقول don't و doesn't في النفي، في السؤال بقى بنقول do و does. يبقى انا بسأل في زمن المضارع البسيط بdo و does. الاتنين في السؤال معناهم هل، معناهم ايه حبايبي؟ هل. هل do و does معناهم ايه؟ هل. طيب امتى اختار دو وامتى اختار داز؟ امتى اعمل سؤال بدو وامتى اعمل سؤال بداز في زمن المضارع البسيط؟ انا اول حاجه عايزاكم تعرفوها ان لما اقول لكم احنا بنسال في زمن المضارع البسيط بايه، هتقولوا يا مس بدو وداز، الاثنين بنقول عليهم افعال مساعده بمعنى هل. طيب امتى بقى اختار دو وامتى اختار داز؟ امتى استخدم دو في السؤال وامتى استخدم داز؟ هقول لكم يا حبايبي، لو الفاعل بتاع السؤال يو او وي او زي او اسم جمع يبقى على طول هسأل بدو. تاني لو الفاعل اللي انا هشتغل عليه في الجملة يو او وي او زي او اي اسم جمع على طول هسأل بدو. لو الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد يبقى هسأل بداز. باختصار شديد هتقولوا الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع بياخدوا دو، والهي والشي والات والاسم المفرد بياخدوا داز. خلاص كده يبقى الاي والوي والزي واليو بياخدوا دو، الهي والشي والات بياخدوا داز. هنا في السؤال طبعا كده السؤال بدأ بفعل مساعد، تكوين السؤال بفعل مساعد، أول حاجة فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعد كده فعل وبعد كده باقي الجملة. هنا فعل مساعد دو بمعنى هل، والفعل هنا جه في المصدر. أنا لما بسأل بدو أو داز لازم الفعل في السؤال يأتي في المصدر، يبقى في النفي والسؤال يأتي الفعل في المصدر سواء مع دو أو مع داز أو مع دونت أو دازنت. يبقى تاني لو هنفي بدونت ودازنت الفعل بيأتي في المصدر مع كل ضمائر الفعل، لو هسأل بدو أو داز الفعل لازم أختاره في المصدر بدون أي إضافات مع كل ضمائر الفعل. تبقى أول حاجة فعل مساعد دو أو داز، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل، وبعد كده باقي الجملة. طيب أنا هنا إمتى أختار دو وإمتى أختار داز؟ لو لقيت الفعل هنا يو أو وي أو زي أو أي اسم جامع أختار دو. هنا لو لقيت الفعل الفاعل ضمير الفاعل هي أو شي او ايه، طبعا لو انا بتحدث عن شيء غير عاقل او اي اسم مفرد اختار داز. تاني هنا لو الفاعل بتاع السؤال ممكن الفاعل ده يبقى اسم وممكن يبقى ضمير، ضمير زي كده زي الهي والشي والاي والوي والزي واليو وقت لغير العاقل. اسم زي ايه؟ زي هبة، احمد، منى، اي اسم بقول عليه اسم مفرد. طب لو عايزة استخدم اسم جامع مع دو اقول ايه؟ هبة عندي منى مثلا، يبقى كده اسم جمع. لو اسم مفرد اقول هبه بس. طيب احنا قلنا امتى نختار دو؟ لو لقيت الفاعل هنا لو ضمير الفعل اي او وي او زي او يو او اي اسم جمع. امتى اختار داز؟ لو لقيت الفاعل بتاع السؤال هي او شي او ات او اي اسم مفرد. ممكن هو يجيب له دو وانا اختار ضمير الفاعل، وممكن يجيب لي داز وانا اختار ضمير الفاعل، ممكن نجيب لي ضمير الفاعل وانا اختار دو هنا، وهنا برضو ممكن نجيب لي ضمير الفاعل وانا اختار داز. لازم نعرف ان دو تأتي مع الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع، داز تأتي مع الهي والشي والات والاسم المفرد. خلاص يا حبايبي، يبقى لو شفت في الجملة اي او وي او زي او يو او اسم جمع اختار دو، شفت هي او شي او ات او اسم مفرد اختار داز.
ممكن هو يبدأ السؤال بدز ويطلب مني ان انا اختار الفعل، يعني ممكن يقول لي دز نقط ويجيب لي هي ولا وي ولا زي ولا يو، على طول هختار ايه؟ اختار هي، لان هي تأتي مع دز والثلاثة التانيين يأتوا مع ايه؟ مع دو. لازم تعرفوا ان الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع طبعا بياخدوا دو، والهي والشي والات والاسم المفرد بياخدوا ايه؟ بياخدوا دز. طبعا هنا مفيش اي لان اي ما بتجيش في السؤال، هي يو في السؤال بحولها الى اي في الاجابة. بس احنا لو هنتكلم يعني بصفة عامة في زمن المضارع البسيط دايما الاي والوي والزي واليو مع بعض في سواء في النفي او في الجمل المثبتة. خلاص كده؟ طيب يبقى كده يا حبايبي في الكويستشن السؤال بنسأل بدو او دز. خلاص؟ طيب علشان ارد على السؤال، طالما السؤال عندي بدأ بفعل مساعد دو او دز على طول وانا مغمضة لازم اجاوب بيس او نو، لازم اجاوب بيس او نو. يعني هنا بقول لي ايه؟ بقول لي دو يو وانت رايس. خدوا بالكم يا حبايبي لما نيجي نجاوب على سؤال بادئ بفعل مساعد زي كده، اي سؤال بيبدا بفعل مساعد بنجاوب عليه بيس او نو، وبعد كده بنعمل علامه الايه؟ المقص. لو انا عايزه اقول يس هنا هقول ايه؟ هقول يس. طب ايه يعني ايه علامه المقص؟ هنا ببدا بضمير الفاعل وبعد كده الفعل المساعد وراه مباشره. يعني ايه؟ يعني انا هنا هقول يس، لو انا وليكن مثلا هقول يس في الاجابه، بقول دو يو وانت رايس، هقول يس، ولازم بعد يس ونو نحط ايه؟ كومه. لازم بعد ما اكتب يس او نو اضع كومه بعد يس او نو مباشره. طيب هنا هجيب ضمير الفاعل الاول وبعد كده الفعل المساعد بعد ضمير الفاعل مباشره. طيب ليه هنا يا مس نزلنا اليو اي؟ ليه؟ علشان يا حبايبي يو في السؤال تحول الى اي في الاجابه. تاني، يو في السؤال تحول الى اي في الاجابه. لو عندي يو في السؤال لازم احولها الى اي في الاجابه. يبقى اول حاجه هقول يس بعد كده كومه بعد كده ضمير الفعل اللي هحوله الى اي وبعد كده دو وبعد كده نقطه في الاخر فول ستوب في الاخر. يبقى انا كده خلصت الاجابه بتاعتي، بقول عليها اجابه ايه؟ مختصره. خلاص؟ طيب لو عايزه اجاوب بنو هقول نو واحول يو الى اي وبعد كده دونت. لازم لما اجاوب بنو اضيف ان ابوستروف تي للفعل المساعد، هنا قلنا دو لان هنا انا جاوبت بالاثبات بنعم، لكن لو هجاوب بنو بالنفي يعني لا، لازم اضيف ان ابوستروف تي لايه؟ لدو. طيب في السؤال الثاني بيقول لي does he want pasta؟ يعني ايه does he want pasta؟ يعني هل هي تريد باستا؟ طيب يا حبايبي انا هنا لو هقول يس هقول يس وبعد كده كومه، وزي ما قلت لكم بنعمل علامه الايه؟ المقص. يعني ببدا به وبعد كده does وراه مباشره. تاني، اول حاجه يس وبعد كده هي اللي هي ضمير الفاعل. انا قلت بعمل علامه المقص، بجيب ضمير الفاعل الاول وبعد كده الفعل المساعد وراه مباشره. خلاص يا حبايبي؟ هنا دقيقه بس نثبت الكتاب. هقول ايه؟ هقول يس وبعد كده هبدا بالضمير الفاعل هي وبعد كده الفعل المساعد بعد هي داز، يبقى يس هي داز. خلاص يبقى انا كده جاوبت بالاثبات بيس. طب لو عايزه اقول نو هقول نو ونفس الكلام، هي الاول وبعد كده داز، بس لازم اضيف لداز ان ابوستروف تي، يبقى نو هي دازنت. يبقى ايه يا حبايبي؟ نو هي دازنت. خلاص يبقى نو هي دازنت. يبقى لو هجاوب بيس هقول يس، لو هجاوب بنو اقول ايه؟ نو. وبعد كده لازم بعد يس ونو احط كومه مباشره، وبعد كده بعمل علامه المقص، بجيب ضمير الفاعل الاول وبعد كده الفعل المساعد وراه مباشره. لو هجاوب بنو لازم اضيف للفعل المساعد ان ابوستروف تي سواء مع دو او مع دز. يبقى احنا كده شرحنا السؤال في زمن المضارع الايه؟ البسيط. بسأل بدو أو دز، الاتنين بنقول عليهم أفعال مسهرة بمعنى هل. دو بتيجي مع الأي والوي والزي واليو أو أي اسم جمع، دز بتيجي مع الهي والشي والإت أو أي اسم مفرد، الاتنين بجاوب عليهم بيس أو نو، وبعد كده بعمل علامة المقص، يعني بجيب ضمير الفاعل الأول وبعد كده الفعل المساعد وراه. لو هجاوب بيس بحط الفعل المساعد بدون أي إضافات، لو هجاوب بنو لازم أضيف إن أبوستروف تي للفعل المساعد سواء دو أو دز. انا كده بجاوب اجابات مختصره. يعني ايه؟ انا عندي طبعا لو السؤال بيبدا بفعل مساعد دو او داز ممكن اجاوب بطريقتين، يعني عندي اجابه مختصره واجابه كامله. لو هقول اجابه مختصره هقول ايه؟ يعني انا مثلا بقول ايه؟ دو يو وانت اكس، لو انا هجاوب بنفس الطريقه اللي انا جاوبت بها فوق هقول يس اي دو، لو نعم.
او نو اي دونت كده اجابه مختصره. طب لو عايزه اعمل اجابه كامله هقول ايه؟ هقول يس اي وونت، بدل ما اقول بقى يس اي دو هقول يس اي وونت اكس، يعني نعم انا اريد ايه؟ انا اريد بيض كده. لو اجابه مختصره هقول يس اي دو، لو عايزه اعمل اجابه كامله هقول يس اي وونت، نعم انا اريد اكس بيض. خلاص. طيب لو عايزه انفي في النفي، لو اجابه مختصره هقول نو اي دونت، لو اجابه كامله في النفي هقول نو اي وونت باستا. هنا طبعا غير الاكس بايه؟ بالباستا، علشان هو قال نو، معنى كده ان هو مش عايز الايه؟ مش عايز البيض، هو عايز حاجه تانية، نفسه في حاجه تانية. قال نو اي وونت ايه؟ باستا. تاني مثال تاني بيقول لي داز شي وونت تشيبس، لو انا هجاوب اجابه مختصره بيس هقول يس، واعمل علامه المقص يا حبايبي هقول ايه؟ يس شي داز. طب لو نو نو شي دازنت. طب لو عايزه اعمل اجابه كامله هقول مثلا نعم هي تريد شيبسي، اقول ايه؟ هقول يس شي، بس هقول بقى شي ايه؟ شي وونتس. اكني بعمل جمله مثبته في زمن المضارع البسيط، هقول يس شي وونتس تشيبس، كده اجابه كامله. انا بقول هل هي تريد تشيبس، هقول بالعربي كده نعم هي تريد شيبسي، يبقى بالانجليش هقول يس هي يعني ايه؟ شي تريد يعني وونتس، وضفنا يس علشان الفعل جه بعد شي وبعد كده تشيبس. لو هانفي طبعا هقول نو شي دازنت، لو اجابه في النفي مكتمله هقول نو شي وونتس سيريال، هنبدل التشيبس بسيريال عشان هي قالت نو، معنى كده ان هي مش عايزه الشيبس وعايزه الايه؟ عايزه طعام من الحبوب. خلاص يا حبايبي، وبكده نكون انتهينا من شرح زمن المضارع البسيط. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.